حبيبتي انا مرتع. مرته؟ انت بتقدر انك مرته هو اللي ما انا متزوج. الاكوان شيء ورا شيء شرقا وغربا في الجنوب وكل وحدة فينا اختارت شريك حياتها وفي قلبنا أمل إن باكر بيكون أحلى بس يا ترى هل كان اختيارنا بمحلة ولا لا ومرت أيام وسنين وتغيرت أشياء وايد بحياتنا يلا يا بنا 5+2 كم يساوي؟ يلا من ورا جاوبي 7 عف يا عشاط رصبكوا لها وإذا زدنا 7+3 كم يطلع؟ 10 عف يا عشاط رصبكوا لها يساوي 10 إنزين 4+4 كم يساوي؟ أنا ما جاوب يلا قولي 8 عفي على الشاطر عفي على بنات صفو له من أول ما تزوجت قال لي جاسم إنه يبي عيال وايد لأن العيال عزوة ساعات أحس إن عيالي عزوة وساعات أحس إنهم مجرمين كذي الصراحة بالإجازات طبخت شحلاته أكيد حلو لأني أحوف العيش حوف عندي وقت بس بالدوام ما في مجال شو أسوي أنا أقول له تجيب خدامة ثانية تساعدنا وايد أبو شحقة ناقصين مصاريف احنا ناقصين مصاريف أنا مو فاضي الله هذا تبذير خدامة ثانية ومع الثاني وانتو على طلوب وقصة تذكرة خاضي الله يا مرعي تدري لو داش البيت قبل شوي وشفت الحوسة واللوية كان كسرت خاطرك ترى رما ما يمديها يمديها مع اليهال ولا على البيت ترى لازم تجيب خدامة ثانية وانت شمينتك شنو يعني شغل بالمدرسة وشغل بالبيت يعني متى ارتاح ما في راحة ما في راحة انت وظيفتك تداومين بالمدرسة وام حنون هني لمتى لين تموتين والله ياخذ امانتك ونفتك منك الراحه بالقبر وانتو هيك كل واحد بصحنا يلا يوم عن يوم كنت اكتشف بجاسم اطباع شينه حاولت اغير فيه بس ماكو فايده وطبيع ما يوسع عن طبعه جسر السنترال ولا تبيني امرض كم مرة أقول لك؟ كم مرة أقول لك قصر السنترال؟ ولا تبيني أطيح مريض وأموت؟ واي جاسم خلاص لا تحلطم أنا سكرت السنترال وبعدين كنت قاعدة بغرفة اليهال أغطيهم. وأنت كل يوم لك عذر؟ كل يوم لك عذر؟ تطلعينهم من مخباتك؟
جاسم ولي يسلمك، اترك عنك هالسالفة الحين، تكفى اليهال كلهم متكودين بغرفة واحدة لمتى؟ عندنا غرفتين فاضيين يا أخي، خلنا نستغلهم. كم مرة أقول لك؟ كم مرة أقول لك إن الغرفتين ذولي فيهم ريحة أمي وأبوي الله يرحمهم وقم بروحهم لينا؟ الله يرحمهم. جاسم أمك وأبوك توفى وخلاص، مو محتاجين الغرف. شو الحكي؟ أنت ما تستحين؟ ما تدرين؟ أمي وأبوي هذول غرفتينهم، كل ما أفتح الباب أشم ريحتهم الله يرحمهم. أنت قاعد تحجج عشان الفلوس صح؟ أي فلوس؟ أي فلوس ها؟ الفلوس اللي بتقطع على السراير الجديدة والكبتات الجديدة والأثاث الجديد، حسبالك مو فاهمة السالفة صح؟ خافي الله يا مرة، خافي الله. هذول ذكرى من أمي وأبوي الله يرحمهم ويقمد روحهم لينا. الله يرحمك يا أيوة. لا والله صدقتك، أقنعتني. استغفر الله. صباح على خير حبيبي. أنت من الخير. نوم هني. بس عاد فنون حب ونامي. جاسم كان بخيل، أو على قولته يحب التوفير، بس تدرون كان يحب التوفير بكل شيء حتى بمشاعره. ما كان يسمعني كلمة حلوة ولا يقول لي أحبك إلا في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية. كل كلمة بالقطارة عكس زوج مريم. صلوح يما يلا عاد اكتب وخلصني. ان شاء الله يما. شنو ان شاء الله وانت قاعد تمسح؟ هد عنك المساحة واكتب. يلا يا يما اسمع الكلام. الحين بكتب. وانت عندما ينهضم الاكل يذهب الى المعدة صح ولا غلط؟ ما ادري. شلون ما تدري؟ الحين لما تسحر الاكل وين ينهضم؟ شنو يعني ينهضم؟ استغفر الله يا ربي بيننوني. يلا عاد اكتب خلصني. عطني المساحة. عطني يلا اكتب. يلا عطني دفترك. عطني يا خل اشوف. عطني اشوف. اكتب هذا بسرعة. انا بسوي اوكي. يا الله بس يا يما لا تبكي. بس حبيبي بس يا عيال طلعها. انت اخر خلاص الله عليكم من عيالي نتوني. يا شو قاعدة كني؟ في حمل يهال صار في شيء؟ جاسم أنا تعبت. أنا مليت. عيالك ما يسمعون الكلام، لا يدرسون لا يحفظون، بس يتهاوشون مع بعض. أنا خلاص تعبت، ما فيني حيل، تعبت. خلاص يبقى مالك شغل، أنا راح أدبهم، بكسر عليهم الخيزران واحد ورا الثاني. لا واللي عافيك تكفى، لا تطقهم، لا تمد إيدك عليهم. مو أنا بأدبهم ليش؟ جاسم أنا مقموتة. تكفى خلنا نطلع نغير جو أي شيء، بس نطلع شوي. خلاص نطلع نغير جو. أنت عشى؟ لا ونروح السوق بعد. صدق؟ عفو عليك، لا تخليني بعد أزيد وأقول لك نروح السينما فوقهم، بس أنا أقول نأجل السينما يوم لثنين أحسن. إنزين. نروح نتمشى يعني بالسوق ولا انت سوق؟ ترى في فرق وايد. عايشة الله يهداك، الحين بتقومون تمدلين ولا هو انت راي؟ وين هي هذه؟ ذبحتنا يبا. هي وين؟ شنو هذا؟ انا مو قايل لك ما ابي مكياج؟ ميتة انت؟ قايل لك ما ابي مكياج؟ هو ايش فيك جاسم؟ وجهي تعبان ومتفخ من الحمال، خل احط شيء على وجهي. ان حطيتي شيء هو انت، ماني رايح. يلا خلصي مسح اللي بويج. وتزوجت عشان افتك من معاذ،
أثاريني تزوجت معاذ ثاني يحب يتحكم بكل شيء خاص فيني ولا يقبل بنقاش ولا برأي ثاني. شوف بحمى وفتنوش وتبولة وبابا غنوج وعرايس وكباب. هيه هيه شنو انت؟ بابا غنوج وعرايس عازمة فريد أنا وياك بس. عاشيك كنسل فتوش فتوش تبولة كلهم سلطة. باقي الأوردر وباقي الأوردر بس يجيب من الأوردر حمص وكباب وتبولة. يلا يا بوي لحظة بطلب شيء أشرب عصير. تعال يا معلم تعال تعال اف يعني لازم. اي لازم شلون لو سمحت بي ليمون نعنع. أبدك شيء ثاني. لحظة يا بوي شنو ليمون نعنع يا بوي؟ حوامض مو زين على الجنين. ايش فيك انت؟ حاجيك يا معلمة بطل ماي صغير فقط لا غير. يلا وتوصى بالطلب ها؟ كحاضر. يلا الكباب سوى زيادة. شان كنسلت الكباب مرة واحدة يعني ما له داعي أشوف. ليش يبوي ليش؟ ليش يبوي خوش مطعم هذا؟ إيه معلم لو سمحت. شنو؟ بكيت والله العظيم. أقول كنسل الحمص. بقى الأوردر يبه كنسل حمص. يا حب تذكرت حمصهم مو زين. استغفر الله. مرة ييت ولا ميت؟ يبا هاي تعبت تعبت ليتني ما قلت سوق عشا بس. انزين جاسم شوف هذا ايش رايك فيه حلو صح؟ انا اقول عندك وايد منه نفس الموديل وايد عندك. جاسم شو اسوي؟ هالموديل الوحيد اللي نوق عليه شايف بطني ايش كبره؟ يبا باكر تقومين بالسلامه ايش فيك هذا يصير وسيع عليك؟ ايش تبين فيه؟ ابي بخاطري باخذه. اه كيفك؟ أبغى أخذ هذه. جاسم ما كان بس بخيل، عيونه بعد زايغة، يلتفت ويخز الحريم حتى لو كنت أنا معه، ما يحترم وجودي أبد. بالله أكو أسوأ من هالشعور. أفا نعم؟ أقول ليش ما صبغتي شعرك أصفر؟ أصفر ها؟ اسمه أشقر يا حظي. إيه هذا هو أصفر أشقر نفس الشيء. مو حلو علي. وانت ايش دراك؟ صبغي خل أشوفه أنا. أنا مو عاجبني ما يناسبني مو مقتنعة فيه. ها شفيتش انت شفيتش خو طلب طلبناه منك صبغي علشاني. قاعد أقول لك مو حلو علي يعني أنا ما لي رأي مثلا؟ أنا زوجك وطاعة الزوج واجبة ولا أمك وأبوك ما علموك؟ لا علموني وربوني أحسن تربية وربوني على أن يكون عندي رأي بكل شيء زين ولا مو زين عاد؟ شلون يعني؟ شلون؟ شو اللي طلبنا اللي خلاك شي تنفجرين؟ صبغ شعرك بس هذا طلبنا. يعني إذا صبغت شعري أشقر راح تبطل تخوزر بنات خلق الله؟ أنت تبين نتهاوش صح؟ كل يوم كانت الخلافات بيني وبين جاسم تزيد أكثر وأكثر. أنت حمل ويجيب عيال وأقول يمكن يتغير لكن ما يتغير ولا شيء. أحس بهاللحظة أني أكرهها أكرهها. صلوح يما صلوح حبيبي تعال بقول لك شيء. يما انت الكبير انت العاجل دير بالك على اخوانك زين. اذا قعدتوا عجال راح اشتري لكم شريط جديد حق البلاي ستيشن زين يما. راما كل شوي طلع على سعود زين لا تخليه واذا في شيء كلمني ان شاء الله. دير بالك على اخوانك ولا تطلعون بالسكه. تصدقون يا بنات كل ما أوصل الكاشير سبحان الله بقدرة قادر ريلي يختفي فجأة ماكو ريل. أنا لو منك أمسكها من إيده وما هده لن يدفع. لا أنا أقول خلي معاك كلبشات وكلبتي إيده عشان الجهز ما يحاش منك. الصدقين عوشو نوع ريلها حتى لو تكلبشها بكل فخر
راح يكسر الابهام بس ما يدفع. يسويها. وايلا يطوفكم عاد فقره المطعم اهم فقره. تخيلوا كنسل كل شيء انا طلبته لدرجه ان الجرسون مسكين فقير ياب لحم وصب بلاش. ام بعوش انا اتوقع انك كسرتي خاطره او انه شافك حامل يبي يكسب اجر بالبطن. والله صادجه. بس يا يمه بس خلاص لا تطقون بعض اذيتوني. انتوا ليش ما تسمعون الكلام؟ يلا لبسوا بنتاخر على بيت. شنو هذا؟ شنو هذا؟ تبون لا 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 ولي عافك لا تطقهم. بس وانت كله لا تطقهم؟ بس يلا كل واحد هدومه يلا يلا يما لا نتاخر يلا يلا هدومك يلا يا حبك حق السيوف زورو انت يلا شيخ شيخ يلا ناك يلا بعد اذنك انا ماشي. ها انت ما انت جاي مع بيت ابوي؟ لا يبا عندي واحد من الربع عازمني على المزرعه مسوي لي حمام وباب. ولا جاسم ما يصير كذي كله يسالون عنك انت من زمان مو زايرهم. بس عاد بس ترى عذيتيني انت وعيالك خلاص راس عورني يلا ابي قلاص شاي خلصي. تصرفات جاسم كانت تخليني احس بضيجه طول الوقت. الان لاقي حل مو لاقي. يلا يبا يلا تراكم يوم وعدتونا اليوم. شو على ما خلصت مع اليهال هات شي محل. حط صلح حط صلح واخذ دياي. شو الصيحة هذه؟ شو الصيحة يا يمي؟ أنا مو قايل تخلي العيال يتغدون بالمطبخ؟ صكوا روسنا. واحد مو عارف حتى يتغدى وياكل. شنو أحط لك؟ قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله. تلفني ولدك تلفني. يا يمي يا حبيبي ايش فيك ما تشوف؟ يمه مرة ثانية أنا أحط غدايا بشار وبروحي. لا تقعديني مع اليهال ولويتهم وعنتهم، واحد ما يعرف يتغدى بالبيت. إن شاء الله. حنا ونجرة وصيحة ولوية. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما يخاف يا يمه، أنت تعرفين أخوك ما يحب صيحة اليهال ولا الزعل. أنا بتشوف هذا الياب عيالك بيسوي. هو خليه يركض على مرة بالأول. الله يهدي ويصلح إن شاء الله. شنو يعني؟ ليكون سواها. يبا طلقها. صاروا أربع حريم، طلق أربع حريم. هذا إيش فيه؟ كل ما تزوج لوحدة قعد معاها شهرين ولا ثلاثة وطلقها؟ مو حنان زعلت منه وراحت بيت أهلها كم يوم، كان يقول خلوها ما بيها ترجع. استغفر الله يا رب، كل سبب أتفه من الثاني. عيدنا منه يا بنيتي، بس ماكو فايدة. أعطيني مطعم ولدك خل أحط لايش. شنو تبي حبيبي؟ ايش تبي يما؟ أعطيني خل أحط لك ولدك. إلا شو أخبار جاسم؟ الحمد لله يبا بخير وصحة. من زمان ما مر علينا. يبا معزوم على الغداء عند واحد من ربعه. ايش دعوة يما؟ صار له أكثر من شهرين لا مر علينا ولا سمعنا صوته. حمني يما. نعم. تعال خذ شاي حق خالك. المهم شلونه معاك ومع العيال؟ أنا ذاك اليوم وأنا أكلمك بالتليفون سمعت حسه يصرخ عليهم. يدي أبوي كله يطقنا ويطق أمي بعد. وي لا ما عليكم منه ترى قاعد يخوره. روح حبيبي ودي الشاي حق خالك. هني السوالف حمدني الله يهدى. عواشة حلف ان جاسم ما يمد ايده عليك. لا يما ما يمد ايده علي، اصلا هو كله يتغشمر مع اليهال ويقول لهم ابطق امكم، يعني عشان يلتمون حوله ويطقون حياتي، بس يعني على غشمره ماكو شيء يعني. زين يما طب انا اقول جاسم طيب ويحبك ومعقول يسوي هالصوت؟ من غير ما أبوي يتكلم أو يقول أي شيء كنت متأكدة أنه ما صدقني. ما تعودت أكذب عليه، بس الشيء كان سر ثقيل فضلت أحتفظ فيه لنفسي. صلح صويلح تعالي بابا كمل تحفظ لا تعورون. شو الصيحه؟ شو اللويه؟ شو اليهال اللي ماركدون؟ بعدين شنو الحين زواره؟ الساعة كم الحين؟ شنو زوارتكم للفير؟ استغفر الله يلا عن اذنكم انا بمشي. وين رايحين؟ وين رايحه؟ قاعده يبا. لا يبا بس خلاص لازم امشي مستعيله بودي اليهال البيت. يلا عن اذنكم يلا يا عيال يلا حمني صلوح يلا راما جيب سعود وتعالي بسرعه. ديري بالك على سلمي على ريلك. ان شاء الله حبيبتي. يلا يلا ما ديري بالك عليه. يلا ما
ها؟ شيكم بعد شي قطلوني جزاكم الله خير؟ شنو اول مره تشوفوني؟ مو عيب عليك تطرد اختك الهزه؟ انا طردتها؟ انا بس طالعت ساعتي وقلت خلصت الزواره ما خلصت؟ اي طلعت خذت عيالها ومشت. بعدين عيالها يا جماعه كلش ما يركضون ازعجونا. كل يوم واحد في الاسبوع تزورنا فيه. ما انت بتحملها ويا عيالها ساعتين؟ يبا اختي على عيني وراسي تزورنا بالوقت اللي تبي حياها الله البيت بيتها. بس قلت لك عيالها كلش مو قادر استحملهم. وانا بعد ماني قادر اتحمل تصرفاتك. انت قلبك جسع على اختك. دراك يمكن ما هي مرتاحه ببيت ريلها. شلون يعني؟ تطردها من بيت ابوها؟ انا رايحه بيتي. مفروض ان اكثر مكان يرتاح فيه الانسان هو بيته، بس انا متضايقه لاني بروح البيت. بيرجع جاسم وينكد علي عيشتي. اكره رد البيت، حتى يوم الزوار اللي كنت استانس فيه صار علي بالحسره، وعاد ما يتحمل عيالي. ومنو يتحملهم إذا أبوهم ما تحملهم؟ بس عاد بس لوحت وشبدي أن ننتوني خلاص. أخ يا ربي بطني، أخ أخ بطني. ما أنت مريضة؟ لا يما ما فيني شيء بس تعبانة شوي. يما شو بدالك؟ الو هلا. زين زين استهدي بالله انت. خلاص طفي السياره وقعدي. يلا دقايق جايلك. خلاص يلا امان الله. لا حول ولا قوه الا بالله. وخر صلوح وخر صلوح. صالح تعال وينكم؟ غرفة. زين ايش لعبوا شوي شوي ها؟ على الفضايح. بشر ولدت؟ لا بعد. اخويتك الميتة حياك. كالعادة. بسم الله بسم الله حياك. ها دكتورة بشري. هو طولك خفيف وراح بس ان شاء الله الولاده شكلها قربت. ان شاء الله يعني خلال هالساعه؟ لا اكيد بس ان شاء الله هالاسبوع. هالاسبوع؟ هي شلونك دكتورة زينه؟ هي زينه بس في شويه ارهاق وتعب، ديروا بالكم عليها. ان شاء الله. عن اذنكم. اذنك ما تحيا ان شاء الله دكتوره. ها خيتي بشريني عنك شلونك الحين زينه؟ شويه ارهاق؟ من صدقك انت؟ هاد المزرعه والربع ويايك يايك ادبك اركض. شويه ارهاق؟ كم رحت المستوصف؟ يعطونك حبه ولا بنادول ولا عدول ونخلص هذا حاله. انت ايش فيك؟ هي يوم دقت علي مو قادره تسوق كانت تعبانه. يبا ايش فيك؟ ايش عرفك؟ هذا دلع حريم. انا ناطج بالسياره. اف عايشه؟ انا ما توقعت جاسم كذي. شنو ما عنده احساس؟ صايب ولي عم فيك. امي وابوي لا يدرون عن اللي صار اليوم. صهيب لازم ابوي يدري. ليش يدري؟ عشان يتضايق ويتكدر؟ لازم يكلمه. هذا جاسم من تزوجته وهو كذي. حتى لو كلمه ابوي ما راح تغير شيء. قوم ودني السياره لا يقعد يسوي لنا سالفه. قعدي قعدي يبا خلاص راح اجيب لك الشروي. طمنيني عليك قبل ما توصلين. ان شاء الله. دربالك على روحك. يعني لازم ونشير وحركات؟ خذ شويه ارهاق اللي فيك. بعدين ايش عنده اخوك شاد حيله مسوي نفسه الطيب واللي ساعد؟ الله يبغى حركات. يرضيك يعني جاي تركض من المزرعه زي ما انقلبت؟ ما حد من اهلي كان يعرف شيء عن علاقتي بجاسم. كنت خاشة عليهم. والحين صهيب درى. ياريتك يا أخوي تكتم السر. ياريت. أخ
جاسم جاسم اسمه اليافي قوم حسب ألم تكفى ودني الطبيب. أي طبيب بالنام عاد طبيب نفس كل مرة يقول لي خل تمشي وتعبانة وجهد أقول استحملي استحملي نامي عفي عفي ترى دايخ ما بني شدة نامي نامي. وين هي عايشة يا عايشة؟ شنو هذا؟ شلقتها متروسة نشا؟ رحمن الرحيم طوفة ميتة جاسم جاسم ايش فيك قاعد صار اختراع انا تعبانه من امس ما نمت توني غفيت من نص ساعه ارحمني عاد شفتي لو رايحين الطبيب شان ردونا خلصيني دوري لي قطره ثانيه انزين انت ايش عندك رايح دوام بكر اليوم قلت بروح قبلها بساعتين بعدين بروح الشاليه انزين واذا ياني الطلق شو اسوي بعمري انا والله ما فيك الا عافيه احصان ما شاء الله هي والله كلها ليلة بنام بالشالي بعد تحرموني منها اي بس جاسم ما يصير لك خلصيني جاسم تحقيقه هو خلصي دوري لي قطرة ثانية يلا اي والله جاسم وما جاسم قومي خلصي خلاص لا تصارخ ان شاء الله تكفى رد عاد يما مو قادر يرد علي ابوي ما يرد؟ لا يما مو قادر يرد علي يما عيل دقي على خالك صيب؟ لا يما ماني داقي على خالك حرام يمكن مشغول ما بأذي يما بس ابوي بشالي يمكن يتأخر وانتي وايد تعبانة ادري اني تعبانة يا يما بس شو اسوي؟ بحاول ادق عليه ان شاء الله يرد علي اخ يا يما الله يا ربي ماني قادرة تكفى دقي على جاسم استغفر قاعد ادق عليه ما يرد دقي على جاسم انت تحمليه واحنا ندابك فيك خلاص مو قادرة مو قادرة قولي لا اله الا الله هذا اكيد بالشاليه وينه وين التليفون دقي عليه مرة ثانية مريوم اعطيني رقمك يما قاعد ادق عليه ما يرد ما يرد تعب ها كذي زين اوف يا عواش ولا تجف الامر رعب حسبي الله على ابليس كنت اللي يسمع يقول ما حضرتك كل ولاداتي اول مره تحضرين وش دعوه ما كنت اخاف يعني واز الحمد لله على السلامه الله عليك تينن 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 كنها عروس هو ليش ما يبديها معاك هاو ببدلونها ويغسلونها ويبخرونها ويبوا لك اياها الله يحفظها ان شاء الله ان شاء الله او شو؟ ليش ما قلتي لنا فيك بنيه؟ كنت خايفه الصراحه خايفة أقول لكم كل ما أروح حق الطبيب أسوي سونار أقول له تكفى لا تقول لي شنو فيني خايفة يطلع ولد يمه يصيرون ست صبيان عاد تكتمل العصابة أقول ما كلمت أمي؟ بلا كلمتها قالت بتروح تجيب القهوة والحلوة تي على طول زينة شو أهم شي يقولوا لي شعرها ناعم عشان عواش لا تعاني بس شو لا لا اسم الله عليها تجنن تهبل تهبل عاد شعرها ناعم ولا مو ناعم مو مهم أهم شي طلعت بنية يا أختي يلا بسم الله عليها هو شو صج؟ شنو مسمينها؟ بسميها والله من صجج؟ جاي بيتنا الحين جايش طيارة زين ما انقلب زين ما مت علشان بنية؟ بنية؟ ايه علشان بنية وش فيها البنية ان شاء الله؟ هو هي جابت لك بنية عقب خمس صبيان خمس صبيان نجلة حبيبتي انتي معاي من الصبح وتعبانة روحي البيت ريحي بعدين جاسم موجود اي والله برجع البيت لان اكسجين الغرفة بدا ينفذ يلا يا حياتي نشوفك على خير حبيبتي الله يحفظك واذا بغيتي شي كلميني يوم بسم الله على البنات بداية البنات ديري بالك رفيجتك هذي انا ما بيش تحاكينها ولا تماشينها ولا تزورينها ولا تزورنا جاسم ايش فيك؟ انا اعرف نجله من زمان من قبل لا اعرفك فرجاء لا تتكلم عنها واذا انا امرتش تهدينها؟ شوف عاد نجله وهند ومريم خط احمر هذيل رفيجات عمري ما تتكلم عنهم وما تي صوبهم انت وين رايح؟ ما مداك توك واصل مالي خلق حر
اكسجين الغرفة نفذ. ايش قصدك بالله؟ المرة اللي ما تسمع حجي ما تلزمني، سمعتيني؟ وخلي رفيجات العمر ملوتج ينفعونك. مالت عليك. بالغصب ولدك نام وما اكل شيء. ما علي يما، متعود ياكل من ايدي. الا من الغيره، من يد اخته هو يغار. شو اسوي بعد؟ الله يعيني على حنته. اي والله الله يعينك. جاسم وينه؟ هو ايش فيك يما؟ قلت لك ان جاسم في الشاليه، نسيتي؟ ما صارت شاليه يما. من يوم انت بالانفاس للحين ما يه. ما علي يما. هو كله يدق علي ويسألني تبين شيء؟ ناقصك شيء؟ يما ما يخالف، على الأقل يمرك له 10 دقايق. يلا يما. السلام عليكم. فرحت عليك وايد. أنا أكثر يبعد قلبي. تعال تعال تعال. حبيبتي. وأنا بعد ولهت على الصغيرة. متى أقدر ألعب وياها؟ يبا لك برت ان شاء الله تلعبين وياها. اقول يبا كنا خلاصها وايد هالمره، بالعاده تجيب معاها جنطه واحده. ابوي يقول انام عندكم على طول. يلا يا بنيتي اخذي جنطتك الصغيره وروحي دارك. ان شاء الله يبا. أنا طلقت نورة. ليش يا أبو معاذ؟ حرام، بنتك بعدها صغيرة. فيك البركة. أنا أدري فطوم مش كثر تحبك، وأدري إنك بنت مقصرة وياها بعد. أنا حط بعيوني ثنتين أجاب لها وراعيها. أقول يبا، أنت ليش طلقتها؟ مشاكلها وايد. كل يوم هوشات وزعل من غير معنى. يا ابو معاذ ليش ما قلت لي؟ ليش ما قلت لي عشان اروح احاكيها وافهمها؟ خلاص يا حصه. هم وانزاح عن قلبي. يما انت ايش فيك؟ ايش فيك؟ انا اول مره اشوف واحده تدافع عن شريكتها. ممكن اعرف الحين انت ليش زعلانه؟ المفروض انت مستانسه الحين، مستانسه لان شفتكيتي منها. الو انت وينك؟ سوريا. سوريا؟ انت متى سافرت اصلا؟ قبل يومين. شلون تسافر من غير ما تقول لي؟ انت من متى تسافر وما تعطيني خبر؟ انت قاعده ببيت اهلك وانا مجابل 4 اطواف كن عتوي، قلت اروح اغير جو اشم الهواء. انا قاعده ببيت اهلي ليش اني بالانفاس؟ وانت تدري اني ما اقدر على اليهال بروحي، لازم امي تساعدني فيهم. ايش فيك؟ زين خلاص انت قاعده ببيت اهلك، من قالك ردي؟ انا بعرف ايش كثر بتقعد هناك، واصلا مع منو مسافر؟ وليش مسافر اساسا؟ تحقيقه ايش فيك؟ تحقيق ترى ميته. قلنا لك يبا يومين نشم هواء ونرجع عن ضيقة الخلق. المهم لا تطول هناك، رد بسرعة تكفى. إن شاء الله إن شاء الله، قلنا لك يومين وإن شاء الله خلاص ما راح أطول. أحياناً نحس بالخوف لأننا عارفين إن إحنا قاعدين نرتكب خطأ. وأحياناً نخاف من دون سبب، مجرد إحساس غريب يسري بأجسامنا، وللأسف يكون إحساسنا بمحله.
حياه حياه. مباركين عرس الاثنين ليلة ربيع عين وقمرة. وتزوج جاسم. شوفي احناك ببلدكم النافورة بالحوش، احنا النافورة بالصالة. حياة حياة. لمين هالألعاب؟ هذولي؟ ايه هذولي الألعاب حق عيال اختي. تدرين خالي خالي نبي نلعب، بدنا نلعب. قلت لهم لعبوا على راحتكم، البيت كبير ما شاء الله. ها باين عليك كثير حنون. اوه حنون حنون، انا يسموني ابو حنون. اقول ايش رايك نروح غرفتك فوق؟ يلا حياة. دلبابس لا تطيح. حياة تفضلي. لحظة مسوي لك مفاجأة. مفاجأة مو تدشين؟ ما تدشين ها؟ راح فوت. لا 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 تفوتين، لا تفوتين، لا تفوتين. حياة حياة شوف المفاجأة. ايش رايك في التسريحة؟ ها؟ لمين كل هالعطور هاي والمكياجات؟ هذولي ملوت اختي سلمت الله، قعدت عندي 5 شهور، 5 شهور هي قاعده عندي، فقلت لها عاد قبل لا تمشين خلي الاشياء هذولي حقي عشان اعطيك اياهم. ايش رايك بالمفاجأة؟ بس كأنه عندك غرف كثير بالبيت؟ ايه مو البيت ما شاء الله كبير، والغرف ذولي حق اهلي، وتدرين اقول لك اختي قعدت 5 شهور، تدرين لو تفتحين باب اي غرفة راح تلقين سرير، راح تلقين العاب، كلهم يجون هني. حياة تعالي ارتاحي. حياة على مهلك. حياة. مين حضرتك؟ من حضرتك؟ انت اللي منو؟ وش قاعد تسوين بمطبخي؟ ما يمكن طباخة جديدة. انت اخت لجاسم. لجاسم؟ حبيبتي انا مرتع. مرته؟ انت بتقدر انك مرته هو اللي ما انا متزوج؟ خرب بيتك يا رشا، خرب بيتك يا رشا، ولي على عبد ليش وتيابي؟ مش بيعادي تبكي وتصرخ. كمان عنده ولد؟ 5 أولاد وبنت واحدة على فكرة. أزيدك من الشعر بيت؟ ترى أنا كنت حامل كون والدة، ما طلعت من الإنفاس. الله ما قال لي، ما قال لي إنك شو بدي أعمل، شو بدي أسوي، وين بدي أروح. أنا ما كنت بعرف، والله والله ما بعرف إنه متزوج عنده أولاد. صدقيني أنا لو بعرف والله ما كنت تزوجت، ما كنت فكرت أصلاً. صدقيني أنا ما بعرف، والله ما بعرف شو بدي أعمل، شو بدي أسوي. برا أنا هون لحالي. طلعي برا من بيتي، قاعدة أقول ليش؟ طلعي برا. إن شاء الله بس أحمي. شو الصحة؟ شو هذا؟ جاسم أنت ليه كذبت علي؟ لما قلت لي انك متزوج وعندك اولاد، ليش نبلش حياتنا بكذب؟ ليش؟ احاتيت امك وابوك يدرون اني انا متزوج وعندي عيال، وهم اللي طلبوا مني اني اخبي عليك. لا اهلي ما بيعملوا هيك. لا بيعملوا هيك، هم اللي قالوا لي. تبين تتاكدين اتصلي فيهم. يبا منو هذه؟ يلا رد على ولدك قولي من هذه. اسمع صالح، هذه رشا امك الثانيه. بس يبانا ما عندي ام ثانيه، بس عندي ام واحده واسمها عايشه. سمعيني عايشه، انت راح تسكنين الصوب الثاني صوب عيالك، وانا ورشا راح نسكن بالغرفه. تفضل. تبي تطردني من غرفتي؟ انت ايش فيك؟ ايش فيك؟ ما تفهمين؟ الصوب الثاني اريح لك اوسع لك، انت ولي حال، وانا عندي غرفه صغيره انا ورشا. ايش رايك تطردني بعد من البيت مره واحده؟ ما اريح لك. ما حد طردك من دارك. عاجبك عاجبك، مو عاجبك كيفك، بيت اهلك مفتوح. يبا ما بيسكن منك، كل اخوي ما عاد يشوفنا.
شوفي انا راضي مع ان شهر العسل بس راضي تقعدون عندي انت واليهال وانا راح استحمل حنتكم. جزاك الله خير ما قصرت يا ولد الاصول. يلا يا يلا لا تخز ورا امك. وانا يا جاسم شو؟ شنو انت شو؟ رشا شفيج ما طينك احلى غرفه بالبيت. اي والله بدال الليله بنقعد عندك ليلتين وليله عندها. تدرين شلون؟ يبى اسبوع عندك وليله عندها بعد تبين؟ حرام عليك تحطي بك موقف. كان يعني المفروض تقولي انك متزوج. خلصنا يا رشا خلصنا من الموضوع الله هداك. امك وابوك يدرون امك وابوك يدرون وهم اللي قالوا لي اخبي عليك. خلاص يا رشا يلا يبا يلا رشا يا بعد عمري روح شوف غداك جيبي لي ترى انا بسرعه يوع ميت من اليوع يعني رضيت كذي جوعان انا. يلا يبا يلا عافيه عافية رشولة يقصف عمري. ليش الريال يخون؟ سؤال دار ببالي وايد. شلون تهون العشرة؟ حاولت أتذكر سبب واحد يخليه يروح الوحدة غيري، سبب يخليه يخوني، بس ما عرفت ما لقيت جواب. هلا حبيبتي شلونك؟ خالتي نجلة موجودة؟ ايش فيك امه؟ فيك شيء؟ عيالك فيهم شيء؟ لا ماكو شيء بس ابي نجلة ضروري ما عليك امه. تفضلي امه حياتك الحين اناديها لك. نجلة نجلة. هلا يماي. تعالي. هلا هلا والله الصبيان الحلوين شلونهم؟ هلا ايش فيك؟ عواش تخرعيني ايش فيك صاير؟ ماني عارفه ايش اسوي. عايزه افكر وافكر ابي اعرف سبب واحد سبب واحد بس يبرر لي اللي سواه فيني. ماني لاقي انا سويت انصدم ادش البيت الاقي مره ثانيه ليش؟ حبيبتي انت ما سويتي شيء ريلك عيونه زايغه يا العين البط. انا اسفه. تخيلوا يقول لي عادي ردي البيت وانا مستعده اتحملك واتحمل صيحه اليهال وانا بشهر العسل. لا مشكور ما قصرت. شفتوا ايش كثر هو طيب وحنون؟ شفتوا؟ اي شهر عسل هذا ينش قاعد يخربط ايش قاعد يقول؟ هذا هو حلمي هذا هو تفسير حلمي. انا حلوانه امس من البيت انهد على راسي انه كان في زلزال وهذا هو انهد على راسي. عواشه اهلك ما دروا؟ توني طالعه من البيت اصلا ما ادري شلون كنت قاعده اسوق السياره واقرب شيء كان بطريقي بيت نجله. فيتني ما ادري اصلا شلون وصلتني. يا حبيبتي انت ليش قاعد تبكين الحين فهميني؟ هذا ما يستاهل دمعه من عينك. انا مو قاعده ابكي عشانه والله مو قاعده ابكي عشانه. انا قاعده ابكي من حرمه بقلبي. زين عوشة خلاص لا تسوي روحك كذي ترى ما في شيء يسوى. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صلوح خالي امي وايد قاعد تبكي. ليش فيها؟ عشان ابوي جاي بطباخه جديده. شنو طباخه؟ ايش قاعد تقول انت؟ ايوه يقول لنا امي ثانيه واسمها رشا. ابوك قال انها امك ثانيه؟ ايه وامي ما تبي هذه الطباخه.
زين زين الحين وينكم في انتم؟ الحين احنا ببيت خالتي نجا وامي وايد قاعد تبكي. يلا يلا شوي ويايكم انا. سمعيني عوشو، انت لازم تقولين حق ابوك، ترى هذا شيء ما ينسكت عنه. شلون اقول حق ابوي؟ نسيتي ان ابوي كان متزوج على امي؟ طرديهم هي معاه برا البيت، خليهم يقضون شهر العسل بالشارع. شلون اطرده؟ شلون تبيني اطرده والبيت باسمه؟ اطرده من بيته؟ والله عاد حبيبتي خيري، قولي له يا انا يا هي، مو تسكتين؟ وانا عارفه منو بيختار. انا متاكده انه بيبيعني برخيص. وانت ان شاء الله بتسكتين؟ قعدي عند ابوك ولا ترجعي له. شوفي سمعيني، هالمره مشكلته ومصيبته هالكبر، مو تسكتين عنه وتطوفي له نفس كل مره؟ وهالستة اللي برقبتي وانا اروح فيهم؟ شو اسوي فيهم؟ قولوا لي شو اسوي؟ حسبي الله عليك، حسبي الله عليك. لا تسوي بروحك شيء. يلا عاد عن الزعل، يلا اكلي. ليش مو حاطه دياي؟ يلا اكلي. يلا هلا باكل. يلا ابا تزعلين، افا عليك بس. هاي ابا اكلي. بس منفوس عاد. ليه؟ ليه يعني هالحزة؟ لحظة لحظة لحظة. هيك فوق. يلا حياك حياك عمي، حياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك عمي، حياك حياك على الغداء. احنا مو جايين نتغدى، جايين نتفاهم. زين هم ما يخالف نتفاهم، نوقف عند الباب يعني عمي. حياك على الغداء. احنا ما احنا جايين نقعد. انا ابي سبب واحد اللي سويته. وش اللي سويته عمي؟ انا ريال تزوجت وانت عذر الناس بشرع الله. هذه بنتي، ما اسمح لك انك تذيها وتاخذ عليها واحده ثانيه. هي قصرت وياك بشيء؟ ليش؟ وعمتي ام معاذ قصرت معك بشيء عشان تتزوج عليها واحده ثانيه؟ هي اللي ما تستاهل وجهك. شوف امي خط احمر، ما تدخلها بالمواضيع. اسمع ما خلص الحكي. الجديده تحط لها بيت ثاني بروحها، وبنتي ما تقعد ويا شريكتها في بيت واحد، تفهم؟ الله هداك بس يا عمي، انت ادرى الناس بحالي. انا يلا يلا طلع لي هالبيت، منين انا حطلع بيت ثاني؟ الله هداك بس عمي. ويوم انك على قد حالك شكو متزوج ثانيه وانت من قادر تفتح بيت ثاني. هاي يا البزر، شي انا من انت قاعد تعصبني؟ اخوها وحريص عليها. ها عمي، كلمه ثانيه ما عندي، بيت ثاني ما عندي. عاجبها ادل البيت، مو عاجبها خلها عندكم. هاي الهس الحين بنت عقب ما ربت عيالك وتعبت وياكم، شنو تسوي فيها؟ انت ما تستحي؟ يا بوي اتركها عنك، هذا ما منه فايده. صلى النبي خلنا نمشي. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. استغفر الله العظيم، استغفر الله. حياك عمي الغدا. برد الغدا. بيت ثاني، بيت ثالث. حق الريال حقه يبا، ما سوى شيء غلط، ما كفر. معاذ خلاص يا يمه، اطلع برا، اختك اللي فيها مكفيه. اصلا انت ما وقفت مع امي لما ابوي تزوج عليها. ما اضطرك توقف معي. واقف معاك، واقف مع امي، واقف مع ابوي. ليش هوش احنا؟ هوش هوش احنا. يبا الريال ما سوى شيء غلط، الريال يا ابنك وحده البيت تونسك، تقعد تطبخ معاك، تصوبن معاك، تكرف معاك، تاكل وتشرب معاك. انت مو سنين تحنين رفيجاتي ورفيجاتي ورفيجاتي، الحين اعتبريها رفيجتك، رافجيها. اطلع برا، مامي يشوفك. اطلع برا، اطلع برا. انا ابيك انت تطلعين برا انت ويا بنتك، ما ابيك تقعدين عندنا هني تطيحين بجبنا بالبيت، مو كفايه الاربعين؟ العيال قصروا وقصروا على هالشيء، اختكم نايمة.
هاي يمه وين يا عيال؟ ناموا؟ اي يمه نوتهم الغرفة الثانية. زين شو؟ عايشة بنيتي، أنا عندي لك كلمتين. إذا لك رغبة تردين هني لبيتك، يبقى البيت بيتك. والعين أوسع لك من البيت. هذه دارج على حطتها. وأي شيء تأمرين عليه، يبقى أنا بشوفه تحت أمرك. لا يردك إلا لسانك. أشكر يبقى ما تكسر. هاي عيال خلصتوا واجباتكم؟ سمعوا يبا، أنا عندي لكم مسابقة، اللي حفظ القرآن أحسن من الثاني له عندي جائزة. أكيد بلاي ستيشن. لا يبا، لا لا لا، بعدين أقول لكم، هذه مفاجأة. يلا يبا. عايشة، أنا ودي أقول لك شيء بس ما أبيش تفهميني. أنا أبيش تكونين قاعدة عندنا مرتاحة، ومهما زعلت وقعدتيني ترى مالك إلا بيت زوجك، وعيالك أكيد محتاجينك. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا والله جاسم، هلا. مبروك 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 يا خيي. اي والله فرحت لك من كل قلبي. اي والله. اي لا لا لا، عفا عليك عفا عليك، بس اكيد اكيد اكيد. ومنها خيانه الاخو لاخته. يلا يا عيال دشوا داخل. تعال خالي، تعال دال. دش يا حبيبي دال، اوقف. بس أصعب أنواع الخيانة خيانة الزوج لزوجته. أنا أدري، أنا أدري. هاي يا قلبي، هاي يا قلبي، والله مسخرة الدم. أتشوف يمه، أيوه، عافية على ولد الشاطر. حبينا نصحن بيت صالح. يمه منك صدق، لا قالوا الغيره السبايب. تعال حبيبي انت، يلا اقعد وديروا بالكم على اختكم زين. ان شاء الله. سمعوني عدل، مو اسمع صحه ونجره زين. في على عيالي. اي ماما، كيفو اياد؟ شو قال لك الدكتور؟ نجحت العمليه؟ الف الحمد لله. ايه اعطيني يا شوي. كيفك بابا؟ ليه خبيت عني موضوع انه جاسم متجوز؟ ايه بابا، بس عنده 6 اولاد. ايه بس لا، هو منيح معي. راما حطي هالدياقه ومي حار، خلي فتش الثلج. يلا يمديني اسوي المعكرونيه. ماما رشا طلع لها. شنو؟ ماما رشا حبيبتي، انا ماما داخل هذا بيت، بس انا مو احد ثاني، تسمعين ولا لا؟ صباح الخير عايشه. نعم، اشتبين اشتبين، هذا بيتي انا ومطبخي انا، انا بروحي اللي اقرر شنو ينطبخ بالبيت، تسمعين ولا لا؟ والله بعرف يا عمري، بس انا كان بس بدي ساعدك، لانه بعرف انه البنوته الصغيره ما نايمه كل الليل. الحين منو طلب مساعدتك؟ ما بي منك شيء، ابيك تفارجيني وبس. اسفه. حطي هاللحم بالثلاجه. كل يما عدل ها؟ وانت حط سلطة، قاعد تاكل عيش خالي. يلا حط لك شوية سلطة. شنو هذا؟ شنو هذا؟ يلا قوم قوم، مكان خالتك هذا، يلا قوم خلص. قوم بعد لا تلبس فنيات هالفريق ما احبه. يلا ويب صحن نظيف حق خالتك. قاعدة انت قاعدة تسوي لي حركات.
تسوي له حركات يعني ذول اللي يزعلون يعني. خلاص عاد خلصنا. هي والله جاب لي اكلك. بعدين شنو هذا؟ شنو هذا؟ مجموز دياي الله يحفظك. مجموز دياي؟ انا مو قايل لك ابي ذيك الاكله اللي شرايح كذي لحم بالفرن، شو اسمها؟ صينيه لحمه. لك يقبر قلبي يا صفو زين؟ صينيه لحمه هي هذه اللي ابيها، بسوي لك مجموز دياي الله يحفظك بس. هي والله العظيم زعلتيني ترى. بكره بعمل لك. لا بكره شو بكيفك، هو جدول عندي، بكره انا مشتري هذه مفروكه لا لا مقلوبه دجاج. مقلوبة دجاج. مقلوبة دجاج، طول عمرك تحب المتشابيس، شو اللي غيرك الحين يعني؟ حاجيك جاب لي اكلك وعيالك احسن لك. مالك شغل، اي انا ريال احب التغيير، شنو يعني؟ وبعدين انا مشتي ورا الغداء ها؟ ورباط بالقشطة. يا قشطة. ها؟ وبعدين كثري لي هذه الشيرة. احب الشيرة انا. وايد ريايل يحبون التغيير في الاكل. في الحريم بعد. تدشين بيتي وتشاركيني فيه وتشاركيني بريلي وتبيني ما اكرهك؟ انت خلاص اصلا هدمتي حياتي كلها. صدقيني انا ما كنت بعرف انه متزوج وما كنت بعرف انه عنده اولاد. انا ماني جايه اخرب بيت حدا هون. والله ما كنت راح اتزوج اذا كنت بعرف. هذا انت عرفتي انه متزوج وعنده عيال. يلا روحي طلبي الطلاق، روحي ديري تشوفكينا. لا تقعدين تبك بتشين وتسوين لي روحك مسكينه وفقيره وتكسرين الخاطر، لاني ما راح اصدقك. معك حق. لانك ما بتعرفي مين انا ومن وين انا وشو ظرفي. بس صدقيني انا كنت بحب واحد اسمه جمال. صرنا 5 سنين مع بعض. كان خاطبني وكان عم يشتغل ليل نهار لحتى نقدر نتزوج ويصير عندنا بيت. أولاد. بس الفكرة إنه إياد فجأة مرض. تعرفي مين إياد؟ أعظم أخ بالدنيا. بعد ما اكتشفوا إنه عنده مرض السرطان صار بده عملية. ما في عندنا مصاري ولا قدرنا نعمل العملية. وش دخل جاسم كل هذا؟ جاسم المهر اللي دفع لي يا جاسم دفعته حق عملية لأخي لأني ما بقدر استغني عنه. ما بقدر في الصبح مثلا ما الاقي. هديتي خطيبتش يعني؟ تركت كل شيء كرمال شوف أخي قدام عيوني. انت بتعرفي انه انا ما اشتريت غير فستان العرس. ما عندي اواعي جديده. عن جد عمرك شفتي عروس ما عندي اواعي جديده على الاقل بشهر العسل. ممكن تكون ظروفك صعبه وممكن تكونين انظلمتي. ترى بتمين المره اللي هدمت كل حياتي. حمايين ايش فيك؟ لا تجنني. الحين 4+4 = 10. يلا قول كم يساوي؟ يساوي 12. استغفر الله يا ربي. يساوي 8. 8 يا الذكي. 8 يا الغبي. بس عاد انت مالك شغل فيه. يلا اكتب. كتبت خلاص. اشوف ورني.
فاعل مرفوع بالضمه مو بالالف. ايش فيك يما؟ انت ما تعرفين عربي بس تعرفين رياضيات. يما رجلان فاعل مرفوع بالالف لانه مثنى. ايش تو وانت الحين متى تعرف قواعد احسن مني؟ خالتي رشا علمتني وتعرف قواعد عدل العدل، وتقول باكر بدرسك قاعده الحلبيه عشان اصير شاطر بالعربي. انا اللي طول عمري ادرسك وافهمك كل شيء، الحين رشا صارت احسن مني بالتدريس. اسمعني صلوح عدل، يا ويلك ها يا ويلك ان شفت هالدرسك مره ثانيه. انا اللي افهمك كل شيء وبس، فاهم؟ بس ما درسني احسن منك. انا اللي ادرسك، فاهم ولا لا؟ فاهم ان شاء الله. هاك يلا اكتب، ابيك تعرب كل الجمل الحين. عقاب لك. يلا وانت 6 زائد 7 يساوي كم؟ 21. استغفر الله استغفر الله. غلط غلط اكيد غلط. قولي بعد رشا قاعد درسك مستانس على الموضوع. وتزوج صهيب، واحدة طيبة مثله، دايما اشوفها يدللها وما يقول لها الا احلى الكلام. غرت من زوجته، اي غرت. تمنيت ان جاسم مثل صهيب اخوي، تمنيت احس بشعورها، تمنيت صدق احس بشعورها لو يوم واحد بس. السلام عليكم. وعليكم السلام. يما ولدي، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تخافي يا عمري، لا تخافي. أمني ايش فيه؟ لا تخافي، كانت حرارته مرتفعة شوي، حممته وحطيت له كمادات وعطيته خافة حرارة وهلا نزلت حرارته. شو الحمد لله طخت الحرارة. من يابك من المدرسة يما؟ رقوا على أبوي يابني. وبوك ما قال بيوديك الطبيب قبل لا يجيبك؟ لا. شكورة ما قصرتي. ولو بدنا خدمة تحرس. كان صعب إني أكره رشا، لأنها كانت تسوي المستحيل عشان بس ترضيني. أرجع من الدوام ألقاها طابخة الغداء، طابخة حق جاسم اللي يحبه، وهم تطبخ لليهال الأكل اللي يحبونه. ومرات يا حليلها تساعدني بتدريس اليهال وتحل معاهم واجباتهم، ولي زعلت من جاسم تي تواسيني أشكيها وهي هم تشكيلي. يوبش قلبي أمش. ها حكيك من اليوم رايح ما نبي أكلات إلا شامية، نبي تبولة. بس ما تكذب عليكم، كانت تمر علي لحظات وايد أحس فيها أني أكرهها. غريب كلامي صح؟ شلون نحب ونكره نفس الشخص بنفس الوقت؟ شلون؟ عمري ما عرفت الحب ولا عمري جربت هالإحساس. كنت أسمع عنه من صديقاتي وأشوفه بالأفلام وأقرأ عنه بالروايات. وتبون الصج؟ كان ودي أعرفه، بس الحياة أكرمتني بحب من نوع ثاني، حب كبير ما أبتله بكنوز الدنيا كلها.
ماستر شو صوتك الحين؟ الحمد لله كويس. هي قربت مني؟ لا أختي. طيب ربنا يخليكم لبعض. كورة سيستر. الله يجازي اللي كان السبب، بس الحمد لله هي الحين بخير وتقدر تحمل مرة ثانية. إيه لو ماشية حسب الاتفاق كان ما صار هذا كله. هي اتفاق وي خرابيط، مرة ومتزوجة وحملت من ريلها، شو اللي صار جريمة؟ أنا قايل لها ما نبيها حال، الحمد لله نهيت على كذي. يصاج الحمد لله نهيت على كذي، ما صار شيء، بس الياهل مات والمرة بغت تروح من شي سهلة بس. انت مفروض الحين تهدين اعصابها توقفين وياها مو تشيشين علي. هلا يبا محقق وياك. تفضل. اقدر احقق بخصوص الحادثه يبا؟ ان شاء الله لحظه. حياك. تفضل. اختي اقدر اعرف سبب الحادثه؟ حب انزل بالسلم اشكلت بشوية العاب ما انتبهت، بس تقرير الدكتور يقول انه في كدمات على الجسم. ايه انا طبيعة جسمي هيك كتير حساس، كتير بيعلم عليه بسرعة. سرت خاطري رشا، هي بغربة وبروحها، لا اهل يوقفون بصفها ولا زوج يرحم ضعفها. كان ودي أتكلم، كان ودي أدافع عنها وأقول الحقيقة كلها للمحقق وأفضح جاسم وأشوفه من هان لو مرة بحياتي، بس شي فجأة ربط لساني منعني أقول أي شيء، منعني أقول أي كلمة. إنزين مشكورة أختي، كنت تفضلي. ليش تجبين المحقق؟ ليش ما قلتي الصج؟ ما راح اقدر اعيش مع جاسم لو قلت الحقيقة، يمكن اللي حكيته يخليه ينسى اللي صار ونفتح صفحة جديدة. اي بس انتي ما غلطتي. مشان الله حاج ساعديني مشان انسى الموضوع. عايشة كتير جاي عبالي اشوف اهلي، روح له شي اسبوعين وخايفة جاسم ما يوافق، مشان الله اقنعيني سافر. قصبا عليه بيوافق، هذا اقل شي يسويه عقب اللي صار. الحمد لله انتهينا من اجراءات التحقيق. جاسم رشا تبي تسافر اسبوعين حق اهلها. ايه ما في مانع، تروح شهر شهرين ترتاح هناك احسن. والشهر صار شهور ولا رجعت رشا. حط لك صدر ولا فخذ، شو انت بي يما؟ يما اريد اقوس. شام يلا يلا. شكله خوش مجبوس ما شاء الله. ها نكبيلي تجيب حق روحك ما تعرف يعني؟ إن شاء الله. وفي ناس تحاول تبني الحب متأخر وتدور له أساس ما هو موجود. يباي يعانى برجر كينج. يلا بلا برجر كينج بلا غيره. حين ماكدونالدز. يلا ولا ماكدونالدز. يبقى ابي هارديز وكنتاكي. انت ما تفهم؟ تبيني البلب العقال عليك؟ قلنا لك لا. حين يبقى بيسمونه
فلافل بمية فلس. اي كذي تفهم. اي هي والله تقول لي برجر كينج ما برجر كينج. يا حرام عليك، اشتر لهم عشاء. انت ما تصدق هالمطاعم الوجبه على دينار ونص واحنا سبعه، يعني كم بدفع؟ ما تصدق بعدين ما شاء الله ببيتنا متروس همبرجر وبطاط، سوي لهم همبرجر وبطاط خلينا نخلص الا خساير ومطاعم. ما كانت هذه احلامي، سياره صغيره تضيق الخلق ومتروسه يا هال، وزوج دشداشته معفسه وحالتها حاله، ومستخسر سبع دنانير يعشي فيه ومعياله. كانت احلامي غير، وايد غير. كنت مثل اي بنت احلم بفارس الاحلام. هذا فارس احلامي، طويل ووسيم وانيق وريحته بخور وعطول، وعيش معاه حياه رومانسيه ونسافر كل مكان. بنتي نامت حياتي. جاسم ولا عافيك، اوقف عند اي محل عصير خلي اشتري عصير حق اليهال. من صدق عشان يكبون ووسخون السياره. واي عاد من زين السياره ولا من نظافتها؟ عصير ماكو. يلا خلصي، تبي الحب موجود. ما بي. تدرون شلون؟ يبقى انا قررت بعشيكم. صدق وين؟ اقول لك المر على مطعم هندي الحين، انطق لنا 10-20 شباتية زين مع قوطي قيمة ونروح البيت. الله نقعد هالقيمة وهالشباتي شحلاته ها؟ ولحم اسمه لحم. هي والله بلا همبرجر بلا أكل ما أدري شو صاير. ما تبي لحم؟ ما بي ما بي ما بي شيء، خلاص ردنا البيت. قم انتي وخلي. الحمد لله على السلامة، أشوفك تأخرت. كنت مع الربع زابيل جنطتي. ليش؟ على وين مسافر هالمرة إن شاء الله؟ مو شغلك، زهب جنطتي. شنو بتروح حق رشا؟ أنتوا ما تسمعين؟ ما تستوعبين؟ مو شغلك، شغلك تزهبين جنطتي وبس. والله عادي إذا مو شغلي، زهب جنطتك بروحك، ما لي شغل فيك. آه حلو ستايلك الجديد، العناد وحاكيك. ترى انت الخسرانه، منت مزهبتها يعني. انا علمك هين خلاص، ما عاد يهمني، يزعل يرضى يعصب يصرخ يهدد، ما عادت تفرق معي. ورجع جاسم، ويا ريت ما رجع. برجلك اليمين، برجلك اليمين يا سنية. تفضلي يبا يا أرض احفظي ما عليكي. الله يخليك يا حبيبي. ولي منو؟ سنية، سنية مراته، عشان ما تبقيش زعائل حسني طق لك عرق. حلوة حلوة يا سنية. والله صدق تزوجت مرة ثانية بعد؟ انت شنو؟ ما حد همك بهالبيت؟ لا مو انا هيتك وانت ما تبيني، تمنعين وانت تدلعين علي اكليها. اي نعم سنية مراتي على سنة الله ورسوله. انت مينون مو صاحي، تاخذ علينا ثالثة، مو كافي عليك انا ورشو تاخذ هذه بعد؟ طلقتها وبعدين مو شغلك، لا تعورين راسي. سلمت راسك يا حليمة يا حلاوتك وانت بالعقل ذاك. صح 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 يا حلاوتي. يعني ما لقيت الا هذه؟ هذا اللي فضلتها علي؟ نعم نعم يا اختي، هم ما لقوش في الورد عيب قالوا له يا احمر الخدين ولا ايه؟ بصي يا حبيبتي انا امراه يعني ليا زي اللي ليك، زيك بالظبط. صالح صالح يا صالح تعال.
اسمع، ود خالتك سنية الأوضة، قصدي الغرفة. إيوة ما في لك غرفة واحدة مال خالتي رشا. إي مش إي ود 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 خالتك سنية ودها غرفتها، غرفتها نعم. يا أرض احفظي ما عليكي، برمند انتو. نعم، شعدتش قاعد طالعيني؟ إيش فيك؟ والله قاعد أقول حسافة ما قلت لي قبل. كان صعدت الغرفة، نظفتها لكم وبخرتها وسنعتها وبالمرة طبخت لكم يعني. أشوفك قاعد تطني زين. بس تعالي، هذه أول مرة أشوفك مو متأثرة مو قاعد تبكين. أنا خلاص عيوني انشفت. وهذا مات. سنية، أنا قايلك يا سنية. بنات، ليطوفكم الكب كيك اللي أنا مسويته بيدي. ذوقوا ذوقوا عافية واعطوني رأيكم. واي أو شو مو من صدجك؟ بعد أنتي ليش خلقت تسوين وتاكلين كيك عقب سواد جاسم؟ والله لو أنا منك هما الاثنين أحطهم بالفرن وأطلعهم خوش كب كيك. أو شو؟ إيش فيك؟ تحت شلي يكون مقهورة خاف تنفجرين ولا يصير فيك شيء؟ بنات شنو حلاها زايد صح؟ المرة الجاية بخفف الشكر. ووي تعالي قولي لي سعود من وين طلع؟ أبي سكتوا كان ويا صلاح ببريكا. أمبيش هالصدفة؟ نجلا دير بالك ما يخرب بينك وبين ريلك، مو طبين الشركة. طول اليوم يسولف عنه وغير كذي عازم على الغداء. وي أخاف يقول حق ريلك عن اللي كان بينكم. ما أعتقد سعود مو بهالحقارة. زين تعالي هند قولي لي شو أخبار مرتبوت؟ سويت العملية؟ الدكتور يقول ان المرض منتشر بجسمها وانا من طبة المستشفى ما زرتها. ولا اله الا الله عليك. تصدقين عاد هذه حوبتك؟ سمعيني الشماته مو زينه، متشمتين؟ ايش فيك ايش فيك؟ ما قالت شيء، قالت ما زرتها. سمعيني حبيبتي هندو، انت لازم تزورين هالمستشفى لان زياره خلي نصايحك حقك، ترى مالي خلقانه. خليك بمصيبتك. كيفك؟ شنو حاطه بالكيكه؟ قولي لي عشان اسويها. ما انت انا شاريه من شريط. انت انت خلص فيكم بس وخر. هد اللعبه قطيعه تهاوشون على لعبه مكسره ما ادري ليش. وبعدين تعال ليش تهاوشون؟ العابك هي العاب اخوك وانت بعد العابك هي العابه، لا تهاوشون. ايه الكلام ده؟ ايه شنو انت شلون تحكي كذي؟ صارت حجه انا صارت نسيه. نسيه سنيه يما اسمها سنيه. بص يا ست انتي، عيالك دول نهارهم اسود ومنين بستين نيله، وديني لو شفت عيل من عيالك طالع عندي فوق لكم مولع فيه بجاز وسخه. عارفه ليه يا اختي؟ وسخوا لي الكنبات وكمان كسروا لي طقم الكريستال اللي الششر يجديب من الجمعيه، حتى النجفه يا عيني قعدوا يرموها بالشبشب لحد ما وقعت. اعمل فيكم ايه يا عيال؟ ده انتوا عيال ناقصه ربايه. ها ها هاي بيته مكسر اللي نبيه. نعم نعم يا اخويا، حش لسانك لاقطعه لك يا روح امك. يا ويلج اذا قطعت لسان. والنبي طب لو انتي هاي دشيتي البيت وما تحجينا، طولتي لسانك وسكتنا ما تكلمنا. بس والله ثم والله ان مديتي ايدك على واحد من عيالي اكلش بضروسي، تفهمين ولا لا؟ نعم يا اختي. حش حوش تهديد ده ولا ايه يا حبيبتي؟ عاد فسريها باللي تبينه. سنيه عادي يا ويل ابعد عني لحسن ترى العفاريت بتتنطط قدام عيني. لا كله ولا العفاريت. قرايه يا سنيه في حاجه؟ ما تحوش يا راجل مراتك وعيالك، عمالين يمرمطوني ويهزقوني طول اليوم وساب العيال يهزقوني من الصبح. هاي دير بالك ترى قويه. عيب صلوح، هذا اللي علمتك عليه انا؟ هذه خالتك سنيه مفروض تحترمها. معلش يا سنيه العيال بردك صار. والنبي هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا راجل يا خيخة. طب والنبي خش كرامتك لا تقع منك يا راجل، خش كرامتك لحسن انا مش طايقك وزهقت من العيشة في البيت ده. شو سوي فيكم؟ شو سوي فيكم؟ شو سوي بعيالك؟ شننتوني؟ فرنيلة فرنيلة هو جايلك. كانت سنية قوية وعشان أقدر أعيش رافع راسي بهالبيت لازم أكون قوية مثلها.
والله كاسرة خاطري هالبنية. انزين ريلها عبد الله ايش كثر عليه؟ ولا مصجج؟ هذا من متى مدافع؟ لا والله. انزين والحل برايك شنو؟ ها وش فيكم؟ يا ما سويت؟ شلع قيلي ما سويت شيء خلاص يا سمية لحق علي يا عائشة لحق علي أنا كل ما أجيب لك سيرة الدينار قلبك يقف ده أنا بنتي ناس بنتي ناس يا زبالة ليكي شوفي حاجة يا شابة لا أبدا بالعكس جزاك الله ألف خير على اللي سويته متأكدة؟ أكيد في حاجة؟ قولي لسان هشام يلا طلعي طلعي ده هالكو ده انتو عيلة واطية ما حد واطي كتوك طلعي برا يلا السوق قرشين يا حبيبي إله يدهسك قطر يكون سواه أعمى يا أخويا برا وتقعد في المستشفى بالسنين والتلاتة برا وورك تشتوصل لك الفير يلا هات نجت العيلة دي انا ماشي انا بدي بقضي عمري مع واحد زيك يلا طلعي برا يا حاصل لك واحد زيي اه ده انتوا عيلة زبالة وعيلة واطية انا مش عارفة يا اختي انت ايه اللي مصبرك عليه وش عقباش يلا انا مالكم خضارة يلا في 60 داهية يا بتاعة الموالد بس سمعوني اصراخ ولوية انا ما بي كافي عوار راس كافي مستانسة حبيبتي أنا صج طلقت سنية لكن راح أتزوج غيرها وغيرها وغيرها بعد وي عادي مباركين عرس الاثنين ليلة ربيع وقمره واللي جمع بين الاثنين الله يطول بعمره مباركين عرس الاثنين ليلة ربيع وقمره واللي جمع شو اللي مصبرني عليه؟ خمسة مو واحد ولا اثنين يا سنية خمسة على وين ان شاء الله؟ مو شغلك انزين متى طيارتك؟ ماني رايح بطيارة برا بسيارة وقعدت تدعي علي ذيك الليلة قعدت أقول روحة بلا ردة وعسى وعسى ودعاوي وايد ما تخطر على بالكم لأني أدري إنه مسافر عشان يتزوج بس السؤال اللي شغل بالي وين مسافر او بالاصح من اي ديره بتكون المره الجديده عادي خليه يسافر مو هو قاعد يسافر عشان يتزوج يمه خليه يتزوج انت تعرفينه يتزوج مني ويطلق مني بعدين لا تنسيني يا يمه انت رعيه البيت انت ام عياله ما يستغنى عنك يعني شفهم من كلامك تبين تقثيني يمه ويك يا ابوك تزوج وما رد ردلي خلاص يا يمه يقول لك المثل ما تعرفي قديري لما تجرب غيري اي صح صادقه المفروض اخليه يسافر كل ديره ويتزوج من كل ديره عشان اعرف قدري عنده صح ايش قطيت النعمه كذي يا يمه حرام يمه انا هذا البيت يا اشكيلك عفي سمعيني هدي الكبه شوي شنو هذا؟ له طبخ يدري انك كتاب طبخ شو اسوي فيه؟ انا اقول لك مدام جاسم مسافر يا يمه استغل الفرصه تقري لك كم طبخه تعلميها على اساس انه لما يجي تسوينها يقول لك اقرب طريق لقلب الريال معدته
هذه أمي ما تغير فيها شيء، كل الناس يتغير تفكيرهم وطباعهم إلا أمي، دايما بسيطة وعلى نياتها، ومن كثر ما تنرفزني أحبها لأنها ما تتغير، لأنها أمي. ما يعرف صغير ولا كبير، الموت ليه وقته ما حد يقدر يرده. عسى ما شر شفيك يا هل فيهم شيء يبا وشايفك هالحزة عسم سوى حادث ولا ولا قوة إلا بالله عسى ما تعور ما أدري إذا تعور ولا لا بس رفيجة اللي معاه توفى لا لا وإنا ليه يراجعون خلاص يبا أنا وديك المستشفى بس أغير هدومي وإيج لا يبا خلك أنا وديها المستشفى جاسم وهني جاسم بالسعودية ليش هو مسافر بالسيارة؟ خلاص يبا هم نوديك المستشفى في السعودية يبا أخذ أختك للبيت وخلها تاخذ جوازها وزهبي أغراضك يبا على ما يليش أنا عقب ساعة وين بتروح الحين؟ نطر الصبح وبعدين نروحه شلون يعني نخلي الريال يموت هناك وإحنا ما ندري عنه يمكن حالته خطرة خلاص يبا أخذ أختك وأنا أجيكم بعد شوي أنا يبا سوي شوي ونتوكل على الله يبا لا تحاتي أنا بكون عنده إن شاء الله ما في الله سر الله العظيم رب العرش العظيم فيك سر الله العظيم رب العرش العظيم فيك رب العرش السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله على سلامة ولدكم الله يسلم طمنا يا دكتور عبد جاسم صار ما احس بريلي جاسم انت انسان مؤمن بقضاء الله وقدره الحمد لله عندك اولاد ايه عندي 5 اولاد وبنت الله يخليهم لك ان شاء الله ويحفظهم لك لكن جاسم الحادث سبب لك شلل نصفي والسبب كسر في العمود الفقري لكن الحمد لله انت عندك اولاد والله سبحانه وتعالى كتب لك عمر جديد اهلا بكم اسمعيني يا اختي زوجك راح يخرج قريب من المستشفى الدور عليك انك تساعديه كيف يتقبل وضعه الجديد ربي يكون بعونك قل الله يا ولدي قل الله يا جاسم روح الباب يلا يا ماما طيارة طيارة اكلي ليش 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 ما تبين ام 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 بطلي حجر اي ليش تطقيني يلا ابي غدا ان شاء الله اخلص من هالنودة واحط لك اكل قلت لك ابي غدا الحين شوف عاد بتحكي بهالاسلوب ماكو غدا تحكي عدل لو سمحت قلت لك ابي غدا يا عاد دام صرخت ماكو غدا زين قلت لك ابي غدا ابي غدا وي بسم الله جاسم جاسم قوم جاسم قوم بس بس يلا كل واحد يروح يكمل اكله ليش لا زين لك كذي تفضل
عايشة. أنا أدري إني قصرت بحقك، بس صدقيني عايشة، اللي صار فيني من شر أعمالي عايشة. أنا آسف، آسف. أول مرة أسمعك تعتذر مني من تزوجنا، أول مرة تقول لي آسف. طول عمرك بنت ناس وأصيلة عايشة، عايشة ودي أقول لك شيء، ترى المسامح كريم يا عايشة، المسامح كريم. لازم تسامحيني يما، ولي عافيك، لا تيبي لي طاري جاسم الحين، عافية. إيه يما، لازم تسامحيني علشان رضوك، علشان نفسك، علشان تقدرين تعيشين معاه مرتاحة. قررت آخذ بنصيحة أمي وابتدي حياة جديدة، وأعيش قلبي نظيف من غير حقد وكره عشانهم، عشان حبايبي ونور عيني، عشان عيالي. بس في شي كان ناقص، شي لازم أصلحه.